تنفيذا لمقتضيات القانون الاطار 51 17 الذي يؤكد على الزاميه التعليم الى حدود 16 سنه تعمل مصلحه تاطير المؤسسات التعليميه والتوجيه بالمديريه الاقليميه ورزازات على اجراء المشروع الخامس المتعلق بتامين تمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعه التربيه غير النظاميه والذي يندرج في المجال الاول الخاص بالانصاف وتكافؤ الفرص يعتمد في تنفيذ هذا المشروع على مقاربتين اساسيتين المقاربه العلاجيه والمقاربه الوقائيه بالنسبه للمقاربه العلاجيه فتتم عن طريق مشروعين المشروع الاول يتعلق بمدرسه الفرصه الثانيه هذه المدرسه التي تعتبر عرضا تربويا استدراكيا للاطفال المتراوحه اعمارهم بين 8 سنوات و13 سنه والمتواجدين خارج المدرسة وتتم عبر تجسيد وضعيتين الوضعية الأولى تتعلق بالإدماج المباشر الذي يتم عن طريق عمليتي من الطفل إلى الطفل وعملية التعبئة قافلة التعبئة المجتمعية وسنة بعد سنة على صعيد المديرية نتغلب على على الانقطاع والهدر المدرسي بحيث أن التلاميذ الذين يستفيدون من هذه الفرصة الثانية يقل موسم بعد موسم وهذا راجع إلى التحسيس والتوعية وكذلك توفير الظروف المناسبة للتمدرس النظامي في مختلف الجماعات الترابية للإقليم من خلال عملية قافلة للتعبئة المجتمعية التي شاركت فيها الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني تمكنت المديرية من إدماج 464 تلميذ وتلميذة بالسلكين التعليمي الابتدائي والإعدادي. والوضعية الثانية تتعلق بسلك تعليمي استدراكي بثلاث مستويات يهدف بالأساس إلى تمكين المستفيدين من الكفايات الأساسية المرتبطة بالقراءة والكتابة والحساب نحن الآن تنتواجدوا بمركز التامسليت مجموعة مدارس كنطولة في إطار زيارات الحصيلة علما بأنه سبق نجزنا جزء زيارات الأولين زيارة ديال التشخيص ثم زيارة المواكبة دائما في نفس الإطار بعدما استفدت من التكوين في بداية الموسم بالنسبة لمجال التربية غير النظامية كان إقبال حيث وصل عدد المسجلين في بدايه الموسم الى 30 تلميذ احتفظنا لحدود الان ب 27 تلميذا وانجزنا ما يقارب 168 ساعه لكل ما لكل ماده اللغه العربيه تفتح العلمي ثم الفرنسيه والرياضيات ونطمح في ادماج عدد كبير من التلاميذ سواء في التربيه النظاميه بشقيه الابتدائي والاعدادي او التكوين المهني. قطعت عن الدراسة لمدة سنة والآن تحت لي فرصة لتعلم بالفرصة الثانية واستفدت الكثير من التعلمات منها اللغة العربية اللغة الفرنسية الرياضيات وتفتح العلمي ولدي, ولدي طموح للعودة, للعودة, للعودة إلى الدراسة في التربية النظامية في إطار برنامج الفرصة الثانية الأساس عقدت المديرية الإقليمية ثلاث شراكات مع ثلاث جمعيات تشرف على 15 مركز موزعة على سبع جماعات الجمعية ديالنا كتشتغل في, في, في بزاف ديال البرامج بما فيها البرنامج اللي غنهضروا عليه حاليا هو برنامج ديال التربية الغير نظامية الأساس هذه كتشتغل في هذا الميدان اليوم هذه 10 سنوات وأكثر وحنا كنخدموا في واحد المنطقة اللي فيها نسبة ديال الهضر المدرسي مرتفعة بزاف وفيها نسبة الانقطاع كذلك مرتفعة بزاف وعليه بدلنا مجهودات بشراكه مع المديريه الاقليميه لوزاره التربيه والرياضه والتعليم الاول لبورزازات اللي هما الشريك الاساسي تعاونوا معنا في اطار اعاده واحد العدد من التلاميذ اللي تسربوا من ونقاطعوا على الدراسه وباش نعاود نرجعوهم ندمجوهم في المدرسه العموميه وفي التكوين المهني أما بالنسبة للمشروع الثاني دائما في إطار المقاربة العلاجية فيتعلق الأمر بمدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد التي تستهدف اليافعين والشباب من الشريحة العمرية من 13 سنة إلى 18 سنة وتهدف بالأساس إلى ضمان حق المستفيدين من التعلم من النمو الشخصي ومن التأهيل ومن الانفتاح والتعرف على الثقافات والتكنولوجيا بالنسبة لمركز الفرصة الثانية الجيل الجديد فقد تم التعاقد مع جمعية تشرف على تسيير المركز الذي يستفيد من خدماته 45 مستفيد موزعين على شعبتين الاستئناس الحرفي نجارة الألمنيوم والحلاقة. آه، انقطعت في آه، الثانية إعدادي وسمعت بهذا المركز هذا وفيه داكشي اللي بغيت انا وعجبني بزاف داكشي اللي جيت لهنايا حيت انا عندي الرغبه باش انني ندير الحلاقه والعالم ديال الجميل كيعجبني بزاف وبغيت نشد نيت ديبلوم هنايا باش من بعد ندير المشروع اللي انا باغاه الامل معقود ان شاء الله على تعميم هذه المراكز ديال الفرصه الثانيه في مختلف المديريات ومختلف المهن لا لا المختلفة بالنسبة للمقاربة الوقائية فيتعلق الأمر أيضا بمشروعين المشروع الأول يتعلق باليقظة التربوية التي تهدف بالأساس إلى التعبئة المجتمعية حول الانقطاع المدرسي وإلى التحسيس إلى خطورة ظاهرة عدم التمدرس أما عملية من الطفل إلى الطفل والتي شاركت فيها 134 مؤسسة تعليمية وأربع جمعيات من المجتمع المدني وايضا عرفت مشاركه 17 جماعه ترابيه بلغ عدد الاطفال المحسيين فيها 734 اما بالنسبه للمشروع الثاني في المقاربه الوقائيه فيتعلق الامر ببرنامج مواكبه فهو برنامج وقائي يهدف الى تقويه حظوظ المدمجين من التمدرس الاستدراكي والمهتدين بالانقطاع وكذا الفتيات المنتقلات من السلك الابتدائي الى السلك الاعدادي بالعالم القروي في اطار برنامج الوقائي للمواكبه التربويه تم التعاقد مع جمعيتين للاشراف على ست مراكز تضم المستفيدين المدمجين والمهددين بالانقطاع